الأمطار الأخيرة اللي صبت في بعض الولايات أدت إلى هذا المستيك هدايا وهذا الناموس يتكاثر وينتشر. هذا العام هناك في ولاية الجزائر، هناك في ولاية تيبازا، وولاية كذلك جيجل، اللي حقيقة بدأ ينتشر، ولكن الإنسان يكون لازم يعمل مع المصالح تاع الوقاية، وخاصة مصالح تاع الكوليكتيفيتي لوكال المحلية، باش يديروا عملية الرش لهذا، باش نقصوا من الكثافة تاع هذا المستيك هذا.